نروح لصحيفة ليفربول إيكو اللي قالت إن محمد صلاح لاعب الريدز مش هيلحق أو قد لا يلحق بمباراة فريقه ضد أتلانتا بدوري أبطال أوروبا المقرر ليها يوم 25 نوفمبر، وقالوا إن عودته ممكن تكون نهاية الشهر الجاري، وطبعا هو مش هيتمكن من المشاركة في مباراة ليستر سيتي في الجولة الرابعة، وكمان مباراة توجو أكيد مش هيلحقها بعد بكرة يوم الثلاث. طبعا يعني يورجن كلوب في ليفربول عنده مشكلة كبيرة، عنده ما عندوش صلاح، ما عندوش فان دايك، ما عندوش جو جوميز، ما عندوش أرنولد كمان، وروبرتسون عنده إصابة في ركبته، وبالتالي قائمة ليفربول بتعاني معاناة شديدة جدا، وعندهم ماتشات في منتهى الأهمية. نتمنى طبعا شفاء النجم المصري محمد صلاح، ألف سلامة عليك يا مو، ترجع بالسلامة إن شاء الله للمنتخب وترجع بالسلامة لليفربول.